سماح للمشاركين والزوار بمعرفة ما هي البورصة، ما هي بورصة الجزائر، كيفية عمل البورصة، ما هو الهدف من التمويلات اللي تقدمها البورصة للمؤسسات، وكذلك في تعبئة الادخار بالسماح ل يعني المواطنين أنهم يساهموا في شراء أسهم وسندات عبر البورصة. فرصة لاتصالات الجزائر أن تتقرب أكثر من الزوار، من زبائنها خاصة المحترفين. اتصالات الجزائر راح تشارك في هذا المعرض لتقديم شروحات مدققة حول تكنولوجيات الألياف البصرية حتى المنزل. الهدف من هذه المشاركة هو إبراز ابتكارات المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة المواطنة بالتكنوبول، وكذلك زيادة أو توسيع قاعدة عملائهم، بالإضافة أيضا إلى الاحتكاك بالعديد من المؤسسات من أجل اكتساب الخبرة وتبادل الخبرات مع هذه المؤسسات. كانت مشاركتنا في كوستونتيك يعني مشاركة مليحة، بس كمنا اكتشفنا شو قدام من انتربريز أخرى، دي ستارت أب أخرين، شفنا ديكسبيريونس جديدة، فهمنا في الدومين مليح. IoT دونك IoT انترنت اوف ثينك يعني درك ولت يعني هي شو الحاجة اللي راهي ماشية أكثر، بويسك درك دول متقدمين كامل يستخدموا في IoT. نديرو سيكيورتي، خدمنا ستارت اب تينا، ستارت اب تينا هي انتوج ديتكشن سيستم، سيستم ديتكتي ليزاتاك ليزانومالي اللي راهي في IoT.